كيف يعني ما بدك تشتكي عليه؟ كيف يعني؟ ما بقدر اشتكي عليه، ليش مصرة ما تفهمي؟ إذا اشتكيت ما عاد يورجيني ابني. لكن بما أنه الموضوع هيك تزوجي وخلصينا نفس، ليش تحملتي طول هالسنين؟ تزوجي؟ يا أسماء، ما إجينا لتبهدينا، إجينا لحتى نسمع رأيك. إيه، عملوا يلي بدكن إياه، يلا. خطفنا الولد على جورجيا بموافقة ولي أمر مزورة، هلأ فهمتي؟ كيف؟ أنا زورت توقيع فيدات. أنتي ليش عم تخبصي نفس؟ تعرفي تزوير الوراق كم سنة حبس عقوبتها؟ شو بعمل؟ فيدات ما خلى قدامي حل غير اهرب. بهالكم ورقة نحنا كنا حابسينه لهداك الواطي، ليش خليتيني اتنازل؟ برافو، كملي هيك. وقت قلتلك تنازلي عن الشكوى أنا كنت بدي سافر، شو عرفني إنه هيك رح يصير؟ خلاص، مجرد ما سحبنا الشكوى عليه صار بيقدر يرجعك لعنده. أنا بعرف هي الأشكال، ما لازم تتساهلي معنه بنوب. لا تكوني فكرتيها سهلة. آه؟ تحكمي عن الناس من غير ما تحسي بوجعهم، ليش ما بتحطي حالك بمكاني؟ نفس، إذا بتريدي روقي شوي. أسماء، لا تزيدي عليها. أنا اللي بعرف شو وجعك. ما بتعرفي، بس أنا وابني اللي منعرف هالشي. أنت بتعرفي من مشاكل الناس. لا، مو من مشاكل الناس، من وجعي بعرف. كيف؟ أنا كبرت على صوت الضرب، لما أكون عم أغفى أسمع صوت أمي وهي عم تبكي وتصرخ من كتر الضرب. يعني أنا بنت كانت تخاف على أمها من الضرب كل ليلة مثل آلاف الأطفال. إذا لزمك شي اتصل فيني، لا تطلع لبرا وتلفت الانتباه. أمرك إيشن خانم. أنا رايحة، بدك شي؟ بدي أمي، ما بدي ضل هون. انت في عندك اولاد عمو نجيب؟ عندي. وينهم هلا؟ مع امهم ما هيك؟ لا. يعني اولادك بعاد عنا؟ لتكون انت فرقتهم. بحب الأبهات بنوب. ييت، شو هالحكي؟ لما الأبهات بيأذوا الأمهات هنن بيكونوا عم يأذوا أولادهم كمان، بس من دون ما يحسوا. بس أبوك ما أذاك أبداً. بلا، لأنه هو بعدني عن أمي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.